طب تعال كده ننزل الشارع كده مع كاميرا يحكي انا ونشوف رأي الستات والرجالة لو انفصلت او انفصلتي ورجعت او رجعتي، ايه هي شروطك او ايه هي شروطك يا ستي؟ ارجو اللي بيسعى بالانفصال اكتر الراجل. الراجل عامه لان عنده القرار اسهل وسرعة الأداء أسرع، لكن الست لا، الست دايما بتبقى صبورة شوية. هو تقريبا يعني 90% بتبقى الست. دايما بيبقى في سبب معين ان الواحد ينفصل ولا لا، فما اعتقدش الواحد ممكن يقوم في العام انه مثلا الست اكتر او راجل اكتر. حسب المشاكل ممكن تكون بعض الاحيان الست وبعض الاحيان الراجل، بس الاغلب تكون الست. عادة التسعة للانفصال اكتر بيكون الست. الست بتحاول تتحمل على قد ما تقدر ان ما يحصلش انفصال، انها تحافظ على البيت، تحافظ على الاولاد. بعد الانفصال اللي بيبقى عايز يرجع اكتر الراجل، عشان بحس في طبيعته بيبقى بياخد قراراته بسرعه قوي، والست بتبقى في الحاجة دي أنضج شوية. أحست بالغلط أو تسرعت بهذا الشيء وندمت، لأنه في الأخير الست ترجع للراجل. الست طبعاً يعني عشان خاطر لو في أولاد كمان أكتر بتحدد يعني أكتر، إن هي يعني ممكن بتضغط عليها الظروف برضك إن هي تفكر للرجوع. يعني الراجل هو اللي بيرجع بيندم إن هو بيكون عايز يرجع أكتر، بيحس ان هو ضايعها من ايده وان مش هيلاقي بقى حد يستحمله اكتر. بيجي بقى بيمسك في حته الاولاد والبيت وكده يعني، فبيسعى انه يرجع. اكيد الست يعني عشان ده بيتها واولادها وكده، وقرار الطلاق ده بيبقى يعني بيبقى في ساعه غضب او في موقف معين، وبيرجع الانسان لما بيهدى بيفكر وبيشوف ان هو كان غلطان. اكيد يعني البنت او الزوجه ده طبيعيا اصلا بتبقى عطوفه شويه، فالاغلب بيكون الرجوع من ناحيتها. اللي بيشعر بالندم هو اللي بيرجع من بيرجع بيسعى للرجوع، لانه حاسس انه ندم او حاسس انه غلط او حاسس انه ظلم. يعني لو انا شخصيا اكيد كان في سبب للانفصال، فلو في رجوع اكيد لازم يكون في شروط طبعا. لان الاسباب اللي حصلت دي احنا هنتفق ان احنا مش هنكررها تاني، عشان لو كررت تاني برضه هنبقى في نفس المشكله. فالشروط دي هيلتزم بيها الطرفين، الدنيا هتبقى كويسه اكيد يعني. يبقى في شروط بحيث ان هي ما ترجعش نفس المشكله تاني او تتكرر. وانا لو فكرت ارجع هيبقى مثلا شروط الحاجات اللي كانت بتديني في الاول ما يعملهاش. المفروض ما حدش يرجع بشروط، لان الحياه عليا وعليها وعلى الاولاد. لو في حاجات معينه او مشاكل معينه اللي كانت مؤثره على نفسيتي او كده، طبعا لازم ان هي اشترط ان هي ما تحصلش تاني او كده. لو شايفه ان هي مش هتتحسن او كده فطبعا يبقى الرجوع صعب. يعني اذا كان شروط شرعيه فبيقول لك كتب كتاب جديد ومهر جديد وكله جديد في جديد، انما لو حاجات وديه انه مثلا انه خلاص هو انا اعترفت بخطئي او هو حس بخطئه، فممكن يقول لك ان انا مش تكرر الخطأ ده تاني والكلام ده كله، وحسب رغبه الطرفين في الاول وفي الاخر هي اللي بتحكمها. لو هي غلطت في حاجات بشط على اهلها او بشط عليها، الحاجات دي ما بتحصلش تاني. يعني ان كان خروج بدون اذن، ان كان حاجات، ان كان كده، ان كان كده، في حاجات بحطها اساسيات. لكن لو الموضوع عادي يعني او الموضوع يعني مش بيستاهل شروط فاكيد مش هتشارك يعني. لو شروط بيننا وبين بعض بالود مفيش اي مشكله خالص، ان انا ليا حدود وانت ليك حدود ونتعاون مع بعض، انما كورق او ان شروط فرض كده اعتقد هو لا يقبلها وهي كمان تقبلها انها تعيش مع حد بشروط يعني.